مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيقلقي أرد الشرف إن شاء الله ذي المجالس إذ يسدون لهذا ربي سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقذ ثمليليث ثقذ ثمليليث ثيس 12 من شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي. هو المجلس رقم 12 في شرح وبيان كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي. إجموثن ذوك سقواس من 422 من الهجرة. سجين بضد كتاب الجنائز الزيوة وليس قريح قصيح أمعنا ذي الحق. قبل أن نهضر في أحكام الجنائز وتسيلر الجنازة على مثل الموت، ميكنا الفلاني يموت سيرحم ربي، نغل فلان تقى ثموت سيرحم ربي، ذينا أذي فذو ووال في أحكام الجنائز. سبحان الله، الموت سمانس الحق، خطر ذي القرآن ربي ناد في سورة قاف الآية رقم 19 ربي ناد وجاءت سكرة الموت بالحق. الآية 19 من سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذي الحق أي غير ذي الحق، خطر يك الأمور الدنيث إزمر الظرون إزمر وظرونا السنيض الفلاني إزمر ذي سافر إزمر يتسافر لا إزمر ذي خدم تجارة إزمر يخدم لا إزمر ذي القضاء زمور إزمر ويلقضى زمور يزمر 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 وكزمرنا ديني الفلاني إزمر ذي مث إزمر ويتمتثل خط بالحق لا تحتمل قد وقد حق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وينادى ربي في سورة النساء الآية 78 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أن دثلام أكون يدوض من الموت الزمر ومذانا ذي خدم البرج العالي ذي خدم ذي فنون غادي خدم البرج غادي خدم الخصون وري الزميرارة ذي يرول سيل موت أينما تكونوا. سبحان الله الليا أغدس مسلياك أن دثلام أكون يدوض من الحق أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثقي ذي سورة النساء الآية 78 والآية كثيرة ولكل أجل كتاب كل ونس لجلس كل نفس ذائقة الموت يعني أتصل الآيات يغدي هضرا في الموت. إذن
الموت حق يونوريز ميراد ينكر في ذات الموت من ما دوض من ما داس من ما درزو الله أعلم دقيد السر أم قران الموت يونوري الزري من مية ديس لجليس من مية ديوس لجل بومذان لكن قرني مزورة أدكس نغد غليث ورق فيس ذاين وسبحان الله ثقرف يك سمذانا ثقرف أروين مقرن أروين مزين سرجاز ثمطوث وين يهلكن يحسن وين يصحان ثقرفاك غير مدن الدليل مارث رزوض في الميثين ذي ثم قبرت ذي جبانت أتفضك الأعمار الفلاني شحال قعاش 70 سنة الفلاني أقور الفلاني عامين الفلاني 20 سنة سبحان الله كل يوم ذا شو سيورة ذي عاش ذي الدونيث نبي عليه الصلاة والسلام يناد أكثروا ذكركم لهادم اللذات أكثروا ذكركم في رواية هادم اللذات يعني هضر ثطاس ودي سمحتيوا في الموت باش البنادم ولي غفلارا خاطر كان ذي يغفل ثوار الدونيس تتمنى مذان أماكن وريت متساثرة ياك تتغروا الدونيس تتغروا ثمزي تتغروا السعاية تجيك تغروا انت ياك أكثر ذينيمي المثيلة قاسيلي يروال النغ أكن من لا سيدي ربي في صورة الملك ينات الذي خلق الموت والحياة الآية الثانية أمر ذي الفغادين الذي خلق الحياة والموت يعني أني ثير بعد المث خطي سيدي ربي نات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا باش الموت تقيم دايما يروان النغ وتغافرة لفذاث الله الذي خلق الموت والحياة إذن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الموت حق ذي رحمة ربي ولامي ودفدر غارة يونس قمذيازن يمقران نقموثنا ثلاثة عفو ربي حاج رمضان محفوف ذي سفروي السنمياك ونوثن السينريس لياز يوفقث ربي باش ادي وسفرو سوازاليس يتوليهن اسمكتاين ادي اسمكتي امذان باش اريد سيارة الموت وذا غي توليه ذن ساغي ذا سينان اسفرو غزيف وثي تساوي غارة ياك خطر يبوه ذاك الحروف يعني 28 حرف سي الالف المذلية يناد قبل يناد بعد صافي أكثر من 33 بيتاً إن هذا الثلاثي عفو ربي صلاة في النبي الطاهر نتساند ذفاف الشفاعة يرنى وليس مؤصل يعني إسعى نظار الشرع مديني نتساند ذفاف الشفاعة يعني صاحب الشفاعة الكبرى ذا شفيع النغ صلى الله عليه وسلم صلاة في النبي الطاهر نتساند ذفاف الشفاعة فقصتن الموث زيغث وعار أشحالي فردان الساعة أشحالي فردان الساعة الموت وحدة السبب ماشي وحدة تعددت الأسباب والموت واحدة الموت يوث السبب ماشي يوث صلاة في النبي الطهر نتساند فاف الشفاعة فقصتن الموث زيغث وعار
أشحال فرذان ساعة إكفغو يغزف العمر لابد دو الساعة من مات فقد قامت قيامته. إذن في النهاية هناك قيامات متعددة بتعدد الأرواح. ثلاث القيامة ثم قرات سميت بيوم القيامة لطول القيام ماشي شوات لأن قرنا طاس. إن يصد في النبي الطهر نتغذف من شفاعة فقصت المثزر وعارش حالي فردان ساعة إكفغو يغزف العمر لابد دو الساعة. بعد يبدأ الحروف تبدأ الحرف مزوار الليف تسد المثس الحرف الليف تكفى الهضرة تسكليف انتهى. يوم ميل المحتضر الذي تحضره الوفاة يعق ذاين الزمير الذي ينطق ورفع عنه التكليف ذاين ما بقاش ورسقر الزل ولا مظلم ولا ذاين تسد المس الحرف الليف تكفى الهضرة تسكليف ميسين الشهادة وريث ليف الشهد غير العالي نسف الغزيف يغالي ناس تسد المس الحرف الباء ثوفد الهلاك ذي السبة ورأس زميرنا الطبة أرسل بابن القبة أم شفع ذي الشيني ناس تسد المس الحرف الثاء تجاوزت الحروف طبعا تسد المس الحرف الثاء الصوري وثهثوثا الروح يسعد المرثى أي غردنا الروح يسعد المرثى الألم لو كان يونا تقرح ثغمستيس ثغمست تطف كذا مكان دمش طوح أمعنا طول قضى في قنظرة سطرن ثغمست سراجوذ المريا ليواز باش تروح ذر طبيب سادونتيست يغال يضغو الزيف شفو ياسا ويني هلشين ثعبوطيس يض كامل سكن داقي ويني هلشين عروريس لرني ديسكان غشوي ساعة ويني هلشين عندك يحوز الهلاك يضرك في قذاقي قريحيث لما لني لا دولور نغل الألم سطرني الصحني جمعي في داك مردس الموت تساوي الروح ماشي تغمست ماشي تفذنت ماشي ذا ضار لخاطي ذا الروح يوثن الروح يقلان تصوروا مدفع الروح سي الجسد ماشي ذيني سهلا ذيني وعرنا طاس الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الروح كل يوم يسعيثنا الروح. لذلك مهدينا ذو سفرو تسد المس الحرف الثاء الصري وثهثوثا الروح يسعد المرثا ولكن ذا وقد نسعى الأرواح رموثنا را خطي لزيرتي الورثة لد تسسن الورثة كل يوم كن يتمني كل يوم أين يتمني كل يوم ثيطيس عند ثروح وثروح ثيطيس على السورة وكاميون وثروح ثيطيس على السورة حانوت حانوت نيثام قرانت سونترفيل كل يوم ندي برونشي سبحان الله وهذه الحياة يكمل في سد المص الحرف الجيم المؤمنين يتحوي جيم غرث القرآن فيه جيم سيثمس إن شاء الله سن الجيم أتمنى عمسي الحزاني في سد المص الحرف الحاء ننس زيك اسمك صحا ذي بيت الله قلحا إن شاء الله دنوفك ويمحا الصلاة على العدناني في سد المص الحرف الذال سيسمر الليل الذال ولكل أجل كتاب ولش ورد يفذون ويض كليون من المذل أجليس ثسد المس الحرف الذال سيسمر الليل فذال في الهازغ لتسعذال الفقير كذ الغاني مغزفث ثسد المس الحرف الضاء لحذاب خذ من الفريضان ننسي ليس يفضى
إلى قصفر القضاء ومدوني الثلفاني أذفلس يعفو ربي يعفو يك يوجد إغزورا غلا خرص تاقيت مشهوت نلموت الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار أتيت القبور فناديتها ما تزور ذي صحوان صلى الله عليه وسلم إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ذي البدايان في عصة السلام ينهى ينسلمن باش تزوروا زخوان مقابر ولكن من بعد نسخ هذا الحكم أصبح منسوخا إند ألا فزوروها الصغيقي أغث توليه باش أمذن ما يروح هذه الزر تجبانت هذه الزر في مقفرث نتسى ذي خمم هذي خمم أسيني أدياسي ونواس ولا ذنكيني السعوغ أمكاني وذاقي إثم ذين تاقي ثاد درث في السناث خطر ثمزور ثقل أغذكس في السناث تسنى إغس رجون مرة ألا فزوروها أي غر المقصد فإنها تذكركم الآخرة ما الزور مزيوان ما الزور مثجبانت أكوني دسمحتي سلاخرث لذلك يجوز أما ذيرجزن أما تسيلاوين باش تزرن يزيوان نغثي مقضرث خطر أمر جزم ثمطوث حواجناك ودمكتين لا خرث لا حرج شرعا باش أمر جزم ثمطوث أذروحا أذفذن في زيوان ذي ثمقضرث الجبانت أسنفكن دعوة الخير أكنيث الذي سنن في صلى الله عليه وسلم ذي كان أما ذرقز أما تمطوث الحكم واحد لن تخير التمثال واللي هي وراء ونري يخدم الشغل بروغرام كل جمعة الصباح إلى قاضي زور كل في كذني خاطئ في كذني التفاصيل خاطئ ولا قرأ أن الزميمة النقص وين وغير زمارة الشرع عادي بلك مكول أقور بلك شهرين بلك مكول سقواس بلك ثوالاض تحضر ذي الجنازة فنطل ميون ذا جديد فك الدعوة الأخرى وقذي اللاندين عادي غادي ثلاث زيارة لفذا مدام أنحطر الجنائز ثريث مثلا ألفذو أشو دينا المصنف المصنف خطر إلى قنزر باللي لنت الحقوق يرانا لكني ذي سلما إلا وين يغي شركين يرانا ذي الحقوق الصبحاقي للجمعة بعد الجمعة يسقسي ديون إنك هل يجوز أن الظال فين ورن الظال لا وسبحان الله يظل ذا الدرس ذي الجزائر ذي الجزائر بين المغرب والعشاء ذا يسقسديون إنك سيغيون سيث فاملتي ويتظل لا أثنى ينطر إيه كنا ذي مث على كل حول الزراب باللي ونزرى وراء يمثن دام زيارة ونزرى راء يا حصرى لأنه قذي إهلشن عاشن ويضست زمار ثنسن مثل يروح يون سلون بيلونس باش دياوي يون يموث ذي الغربة ذي الغربة سين سنين يروحن الشوفيرك ذي يون بعد سراجون لافيون من المدوض من المي
وبارمي وكذي حارن ذا شوفور اكي من المدرس لافيون باش يدفغ الميثنة ديوي يموت الشوفور يدد الشوفورني اكد ذوينة ديوسان سي الغربة الميثني اكني ديوسان سبحان الله الحمد لله وين يداني ديس الشوفور مي من سيسنا دي نهار يروح ذا مرافق الشوفور يوغال يود الميثني ديوسان سي الغربة أكد الشوفورني ولا ننسى يموت فكذا نقدران من حكاتي دلي العبرة باش نزر باللي الموت قرف يك سيمذانا تسيدت عدني ني ثقرف رويني مقرن أكثر ثقرف رويني هلكين أكثر أمعنى ذي الحقيقة ثقرفاك أرغورنغ طبعا لو كنا دنيني أغدي هذو ربي باش تظليث ذي الساس ذي نسلم الزال مادام بذر الحاج رمضان المحفوف الله يرحمه فنتو منان ذا شاثيني ضا أمذان ذي نسلم ونتظلى غيب بويدا سفرو خاطر استقبيليث أديوي استقبيليث باش تفهم الغاشي باش تفهم استقبيليث سمحي كان بذيغ الولي الأبياتني تسو هذا ولا الورصن إنك أتيت القبور فناديتها لقيت مكتات ولا ما مش خدمة لا بارونتيز روح كش ماضي القبور أتيت زرع لي مقدي فقنا كنا حرز ربي أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر كيف إنسان تروح إلى مسين بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر أهل ترى أن راضر نون ترى راضر خطر الزكوان الحمد لله نسعيك أف آن ماشي إف تروى إف كات إف سانك وقال قدي الدونيث ذيهن كل يونسعى أزكايس ثوران أغاضر ثقيت شو أضافين النظم أه فينا هنا حقوق إنيك ويتزلر دولة المال الشيخ الحاج رمضان ننسي نسلم ورنتزلى والله ما يدام سلاي يبود فلاسة سفرو سفر داغ الزيف إن سال مؤمنين يوانرو في الوقت قيد ين لا ما تشكين عودة تضرو إن سلم ورنتزلى شغل عجيب أم هذين سلم ورنتزلى وتظليت تيجديت الدين بني الإسلام وعلى خمسة تركيزين بعد لا إله إلا محمد رسول الله تظليت أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات أم بعد شو سينا إنيس السوق ما يعمر ذي فرو غس ما يزنز سلغلا وقادي تسويقا نظران بلي السوق أذي يفذو من بعد أذي يفرو يزنز رخيص نغلاي أذي يفرو الجواب أدي هضور بالعبادي سأدي هضور بيك معنى ما إلا يون يمو ثوري الظلالة يتسلى ساغن الظل في الناس نمس فهم؟ وهذه المسائل ذكرها القاضي عبد الوهاب الفلسي عفو ربي الرحم إفذينات كتاب الجنائز وغسل الميت المسلم واجب أكدينا يعني إلى قثن الززدي إلى الميت المسلم شقاق طفراسة الميت إنسلم وايض يختار أين النظن إذ برق الرس ربي ورضيت لكم الإسلام دينا
فإذا اختار غير الإسلام يتحمل مسؤوليته. ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثارذان الميت أثن الزيزدي إذا كان وغسل الميت ثورة ذاقي بعد مند واجب أهل ترى واجب على الأعيان فرض عين أم فرض كفائي؟ الجواب هو فرض كفاية. إذا قام بذلك البعض سقط الإثم عن الباقين. تظليث فرض عين ولا شوية زندقم كان بايض تظليث كل الذي ظلي منيس أمعنى لن شغل وياض خاطئ. فرض كفاية أنه قالوا كذي مصوصا خاطئ. إلاق الأمة السعي مصوصا أني سينك تريسيتي خاطئ. ماذا قالوا ما إلاق السعو قادي سينك تريسيتي الطبة لا ميدسين ماشي كل غاشي ذي الطبة ملاق السعو الطبة إلاق السعو جنيورا إلاق السعو للشيخ إلاق إلاق في قادي قاصن تفرض الكفاية العلوم والمعارف والحرف الحرفات هي لا قنسعو لو كانوا السعوار لي بلومبي نساعد نوفر سيدي رب لا بلومبري ايه ذي الواجب امن ساتم صلاه الجنازه كيف كيف اي غير الزوار في كذاك خاطر ماشي من سلا فروض الكفايه ديريكت الجنازه خاطئ ديجا قبل الجنازة قبل النمث إلى قنزر ذا شوثنت فروض الكفاية إيقوجفن في اللانق كأمة ذا المجتمع ما إلا أرثنت السعيارة نسعى دنوفك من الله أن ذنوفك من الله تسي قادة يوم السلام يثمثن في قادة كامل قرنصنت فروض الكفاية السيكس ثارذان الميت أكيد إن القاضي عبد الوهاب إن دوا غسل الميت المسلم واجب نسيان واجب معنى ذي الشرح أدنني واجب على الكفاية واجب كفائي ماشي كن من لا نسير ذي الميتين خطر لان كري مذانا وريز مرارا أذي السير ذي الميت أكا كيني كيني الميث ورزمير غا ثواليغ ورزمير غا ثطفاغ ورزمير غا ثسيرذا ورزمير سبحان الله. ولكن لقنزر باللي ذي الواجب إلا قذي الأمة غنسعو قذي سيرذن الميثين أما يريرقازن أما يرثلاوين وظنزر لا جربيني سيرذن الميث لا جريس ذي ذورال الحسنات أتسيرضض أتززديض ثارذة ثانقاروث أتشقاض أذي روح رسيد يا ربي زدي أما السعد بين يوفق ربي أذي السيرذ الميثين ما يقول هذا الوقت دنوغا لرثم ساتاقي بالتفصيل ثورا شو قلقا تنظر كأحكام وغسل الميت المسلم واجب هذا إلا قد يريد يتسلس أن بعد شو دينا يتكمل المصنف وتنزع ثيابه وتستر عورته الله في دروت تبدأ سبحان الله أدياس وسلميث أسكسنا كشتظني تلسو سبحان الله أذي توصر خطر ذا ذي نغد لن تفاصيل كثيرة الحمد لله قد يسير ذي الميثين سننتنت سننا مشارة حفظا السر الفاظنا أمشارة السر ذي الميث ما إلا بعيد الشريون ذي الأكسيدة ما إلا كذا سننا كل شوالاقي والحمد لله ضرب لي استقسينا طاس ذي الفايدة نسن باش هذي السنن ثيم سلاقي ولا جار نسن رسيدي رب مقر أم خرى الصرن وينكني موثن ما شولا ذكس خطر ذي الميث ما كينين
الميت يجرف السن وغسال، واش يخدم الميت في يد الغسال؟ لا حول له ولا قوة. وتنزع ثيابه وتستر عورته. سبحان الله، يقول كان يرثى الشيوين الشهيد. الشهيد إفكيس الشرع الأحكام خاصة به، إنسى كان الشهيد أريد سيريد أريد سلوسن الكفن، كان كندي لبسينس سي صبادنيس اللبسايس سي ذامنيس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشهداء أحد في أحاديث صحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشهداء أحد ورزلن في اللاس. الشهيد ولا تظلث ولاش تظلث في اللاس. سبحان الله، وقي مقام إفكث ربي الشهداء أثلسن يعفو ربي إفذرثن ربي في صورة النساء الآية 69 مع الذين أنعم الله عليهم. شكون هؤلاء؟ لسورة الفاتحة نقار يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنوي وكذاكي أنعم الله عليهم ربي نعم في اللسن. ورد البيان في سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا وضع الشهيد. وتنزع ثيابه وتستر عورته وإن احتج إلى مباشرتها بخرقة، يعني لن تخل الاستثناءات ما إلا وين يسير للميت وقال لن يذس هذه ما تشيء ونكتسيلين ذلك إلها وقال أي سيرة الميتين ويظل حضرا وقدر حفظا، خطر حواج لا تيوري لا براتيك. أول مرة سيرة الميت ويسهل لا إلا قد حضر أتواليض من بعد ما كد صح الشيني أتسير ذلك الشي الميت زدات لو بروموتور نينيك ولكنك إكسنا خيري أش ديني خدمك 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 هاشا فاركش ماضي التفاصيل هكي إلا وان دا يحواج إنا يكفى بخرقة، يعني ما يلاق أتسميض حتى في العورة ينس أتخدم ذاك قفاز يعني اللي قاتل نقاركني نا أتخدم ذاك بحنوق أشطيض يفوسك باش اللحم لا يلامس اللحم أكسوم ورسدو كدرس وأكدو أكسوم. سبحان الله، يعني كسوم الحية وكسوم الميت الغسل طبعا ما إلا تخدم ضاش تظن غاف حنوق النيورين في عارة يجوز سفوس مباشرة للضرورة. ضرورة إيه الضرورة. لذلك ورد في الفقه أنه يستحب الإنسان ما يخدم كياك ذي السير يغتسل نتسى أغسل نتسى يغتسل، ولكن على وجه الاستحباب ما إلا مازال الوقت ذي الحق تظليف ماشي تروح هذه خدم اغتسال وكنا نزل فلس وريح ذي تظليف وريح ذي الجنازة لا أمشي خدمك شوال من بعد من ويتساوي يرى أجر الصلاة قط تيجي تفاصيل فقهية في غادي الشرع السوسع في اللانخ يخدمك درجة بدرجة يندوى إنه احتجاء لمباشرتها بخرقة إما إلا كنو زمير لكني يجوز استخدم فوسيس عادي هذه الزيزدي الميثني أين ميزمر. والضرورات تبيح تبيح وربي ندوى من فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فلا إثم عليه. بعد شو دين المصنف؟ ندوى يعصر بطنه هذه سواس النغياك أطفن تعبطيه أي خدمناك هذه ثكي باش شوي لن دخل ديفق ذا شوي لك عصرا خفيفا الميث يسعى الحرمة. الميث يسعى الحرمة ما تعصر ذاك اني تعبطيس
أين قلان داخل باش يفر من المخارج ولكن استكذا راه كنس القوة الجهدي خاطي استكذ كان كشوية عصرا خفيفا وديفغن أديفغن يقلق أديفغ وتزيز ديض وكيزيز دي يا ربي سبحانه ثوري مدني غلميث يسعى الحرمة ثقسي وذي الإسلام مثلا خطر بيناد في صورة الإسراء الآية 70 ولقد كرمنا بني آدم فنادم يسعى الحرمة يسعى الكرامة حيا وميتا أما يتسيذير أما يموت أي غرض الشرع إلى قثن نظل إلى كذا إلى كذا مملك أن أتغيظ فغضة فنوض نغتصعد فريد نغذا شو تفضي غسان الميث أثني دكسل سلح ذر ماشي استماشين البوكلانين غي سميست قادني لا روح أسلع قل أي غر تروزو ياري غسان الميث كسيتي دسلح ذر خدمي ثقف حنوقني اشتظني ملال انطليث خطري السعى الحرمة نبي عليه الصلاة والسلام في حديث خرجه الإمام مسلم يناد كسر عظم الميت ككسره حيا وين راي الرزن يغص بني مثن أمكن يرزاف انت حي يتسيدير لذلك الأموات سعن الحرمة في جبانين أن دان طلني مذانان سعنت الحرمة وسعنت الأحكام خطر ذي زحوان نسن ذي خامن نسن أمعنى نكوني ثعنى يغثم سالت إلى قس نخدم التساويل أري حافظا أري حرزن الحرمة نسن سراجون ذو قاذي تسيذيرا نثني موثن داين معنى وقاذي تسيذيرا ذو الواجب في اللاسن ربنا دو لقد كرمنا بني آدم إن دو يعصر بطنه عصرا خفيفا باش يدفغ كل ذن يدفغ الفضالة دفغ من مخارجها بعد شو ديننا ولا يزال شيء من خلقته ويضع مريمث فنادم مولا الشارنينس مقريف ديدم كوبونجل شو كيبين أي لك قلن يذس أذي نظل يذس وستيد تكسارا لا تكرا تفاصيل وقال مثلا ساعة ثوق مستندهبنا تصل أحكامي الساعة بل كنت كميلة رساقية كل أحكام الجنائز ولكن إلى قنظر باللي يموث كان إلي بروتيجي يسعى الحرمين سدين وسقرار سكسة ثمارثي سنغش بوبي سمقر شوية السنقسة نغش شرنينس السنقسة خاطي ولا يزال شيء من خلقته بعد المدينة ويغسل كل من الزوجين صاحبه أرقات مطوف إشاركيث لعقد الزواج أخي كنقارن زيك سنين مع هذا لما وينطلوا يعني أسيني أي ثنطلظ ناك منطلظ أي ثنطلظ ناك منطلظ لعهدك يظهر أشكيث ما شاهو يونواسين بمغارت سمغارت مع هذن مع هذن من بعد باللي سوى المثثني فرقا في كوالي من بعد مغارنيس أما ذا بيك ذي مارين طلن بعد مغار ثمارتنيس أما ذا بيك ذي شارين طلن يعني مغارن أحكون
أسني ذو السام أمغارني روح للسوق يموت ذي السوق سما شهوتي زريغ يموت ذي السوق يموت يستثد الموت وجاءت سكرة الموت بالحق لن وقد إثني سنن زران ولي يوضى يمسي سن وحرة مغارة نسي خبر يبوضى يستبطيب ولا شو أدير يلدي ثبوت يفاسين تموت طبيب يكشفن فلاس إنه يجرس نص ساعة تسوى غانو يموت ندم زوارو المهم يجرس 30 دقائق ذايا يا إما تزوار ثمغار نغي زوار ومغار ذيوث الجنز سن ولا حول ولا قوة إلا بالله الشرع شو ديننا سلام القاضي عبد الوهاب ندوى يغسل كل من الزوجين صاحبه هذا هو الثابت في مذهب الإمام مالك ممكن تقرأه في بعض المذاهب ده سعى مثلا غسل الزوجة لزوجها ثم طوصة السير درقازيس وقي جمهور الجمهور قالوا بذلك المالكية والشافعية والحنابلة سوى الأحناف الأحناف ننتخطي ميل غسل الزوج لزوجاته ذاغ الحنفية نند عدم الجواز الباقي كل العلماء قالوا بالجواز وهو الصحيح ولكن النادي كمل القاضي ابن الوهاب ولا يغسل من لا رجعة له عليها الرجعة من لا رجعة له عليها بمعنى ما إلا أرجز إفراني ثمطوث ورعني أخام ذي السولغ إفرايس طلاق رجعي طلاق رجعي يجي ذي المدة من العدة إزمرد مسوغالا عادي ذي تقريبا ثلاث شهورني هذا مسوغالا عادي بلا العقد بلا الفاتحة بلا والو هذا ويقاس طلاق رجعي معناه ماذا نفهم من هذا الكلام؟ معناه الطلاق البائن نغ الطلاق الرجعي الذي انتهت عدة العدة لا يجوز ما يلا يفريس كان أقول شهرين ثموث يجوز باش تسير يجوز باش تسير خطر مازال تفوك العدة ولكن لو كانت تفوك العدة ينس فعد العدة أصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى ورجوزها ما إلا إذا طلقها الطلقة الأولى ثم تراجعها ثم الطلقة الثانية ثم راجعها من بعد طلقها الطلقة الثالثة فاجي طلق بائن بينونة كبرى خلاص انقطعت الحياة ينس داين ورجوزها يهضر في تفاصيل مهمة جدا القاضي عبد الوهاب البغدادي إما إلا روح نرقزن يرس نيوسن تمطوث تمطوث يقول سعر المحرم نغ ثلاوين يرسن تلاوين برقز درقز يبوي سبعة عشرة مغارين سلتو زيك متسافرن سفرني فعذان وكذا إلى صرحون غل حيج صرحون قط الرفقة الأمينة سيزيك ثلا ايه الرفقة الأمينة وقال ايش ما ذا الحيجة القمغة كان ذاك ذاك زكوان ذاك الشرعي ند تيمم هذا انت فروحت تيمم يرقزن أدخذ من تيمم يثم الطوث والتيمم السلمامي وذميس في فاسنيس أكس وخير فالتيمم أكون بعد فاسنيس دايا أصنطلن عادي تسقي الواجبين اسمتشي وكذلك ماذا ثم طوثك ذي رقازن تلاوين أخم التيمم ورقاز فيه التفاصيل أتجاوز بعضا منها المدينة ويستحب الاغتسال من غسل الميت
على وجه الاستحباب. وهذا هو الرأي المشهور عند المالكية، هذا هو الرأي المشهور، ولكن من باب الاستحباب مستحب. ما إلا خاصة ما إلا ما كدني يخدمك وشو دني غفو كني يقول ميجيثي ذم من الحاصل وكيثي، يعني نتسب بالذات إليك ما يزرب لهذه السيرة ذي يغتسل يتحرر هذا يخدم كلش، يحرص على طهارة الميت الحرص شديد. لماذا؟ لأنه على باله بلي سيغتسل، هذه سعو وقت الاغتسال باش هذه الحق صلاة الجنازة إلى غير ذلك. هذا النقد مستحب، مولاش يجوز باش وين يسير الميت ورسيرا دارا نتسا نتسا ورسيرا دارا بتسعى وذر يعني الاغتسال. بعد يهضرت في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، صلاة الجنازة سعى خمسة الأركان، خمسة الركن مزوارو النية، إلى النية أتخدم النية باللي أتزلط صلاة الجنازة دايا. والنية أكن دين النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، النية تفيد الحزم والجزم وتفيد التمييز. شوفوا ثلاثين مسلين، حسم تمييز، حسم ما تصعد النية سعد النية، حزمت جزمت فصلت قررت تفض الراية تخدم الشيء تزل. التمييز يقوي العنصر الأول، تمييز بين العبادات والمعاملات وبين العبادات في حد ذاتها. ثريون ديولي دي السيرد هكا سردي فاسنيك من بعد إيميك من بعد أسيد الوضوء أخير مشي ذو الوضوء خاطئ مشي ذو الوضوء خذي مارا نية الوضوء سيري ذا وخلاص غسل كل ثنوالي السيريذ الأعضاء القرآنية كما تسمى الأعضاء، ولكن خاطئ نساو ورسعر النية ذو الوضوء أي السيريذ كان يزيز دي منس صفي ير العبادة أكو ذو العادة ذو النية يفرق نية رسم العبادة في حد ذاتها العبادة تغلى ذي استميز أدك شمن سينة الظلم أربع ركعات أربع ركعات يو نتزل الطهور ينزل العصر نسى أربعة 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 ميو نتزل الطهور يو العصر كيف ذي رمضان تزمم ذي أربعة يذونا ذي خمسة الشينة تزمض النفيلة الاثنين الخميس الشينة تزمض القضاء الشينة تزمض النذر ويض ماشي صغر ون تزمض الكفارة تكفرت صافي صوزم ماكو من نية تفرقيكم كل يون ذا شو يعني إيقوزام. الركن والسين فرق استثناث التكبير عدد تكبيرات أربعة أربعة تكبيرات أيضا كل حاجة ساعة تفاصيلة إلا بالك يوني ونحضر بعض المكان كيني يسير حس الشيخ ني ماشي كان يوث ماشي أربعة أربعة خمسة ستة سبعة وثيكوال لعبد ميلا سمحتيي يزمر سيس من الفقه هذي يخدم الفتنة ذي الغاشي فتنة. لذلك دروس مهمة باش الغاشي الزرن مقار ذا شو قلقة الزرن وإذا تنبيهاتي أذيكم أربعة بعديكم أصلي الله أكبر صلاة جنة ذي سلم صلى الله أكبر وسقان سبحان الله أنت سيم سقان سبحان الله سيتكمل. هذا هو صافي أربعة تكبيرات. الركن والثلاثة الدعاء الدنيا غير صلاة الفاتحة الدعاء لأنه ذي شو اللان شو دين المصنف إن
ليس فيها صلاة الجنازة ليس فيها إلا الاجتهاد في الدعاء. هذا ادعوا يسوع خلاص بالأدعية المأثورة، ولكن اللهم اغفر له وارحمه والسين دار استعرف ينستقفيليث ربي عفو فلاس ربي عفو فلاس ربي سمحه سر ذعو ربي خطر وقثا يتراجو الدعاء إنك الاجتهاد في الدعاء. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله ويسر حسابه ويمن كتابه وثقل ميزانه بالحسنات. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ذعو أي تصنض ذعو الاجتهاد ليس فيها أي في الصلاة كدين المصنف إلا الاجتهاد في الدعاء. ولكن الزمرات حضر ذي البعضي مكان أندى أذهيني أدغر صوت الفاتحة يجوز. هذا أنت فلو حس فلو قد تروح مثلا العمرة كذا بعض المناطق الدول عندها إلا المذهب الشافعي وكذا تفض الإمام ما يهضر، لكن بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، وهكذا ورتقلي قارة الشرع يوسع. الشريعة واسعة صدرها واسع فلا تضيق صدورنا. تقورنا كان يقول لا وما الشرع يوسع ما نضيق نكون إذا نصديق من بعد مفهوم يرنا ذي الشرع ذي المذهب المالكي يليون الأصل مهم اسمس مراعاة الخلاف، يعني يتفض كان ذي السر ذي لسر كل شيء ذي لسر. الدعاء وربنا ذي القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ذعوثي يكون يتقفلغ إن هذا يكون يتقفلغ ملمي وغدينار ملمي هذا خطر وإن يتحارن أخيني ذعيغ 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 والو ودقرا ولقي ذيريث وريش في حالة ربنا ذعوثا ذعو من المرد يقفل من الميك فغان نتسا ما تشي من المين فغان كوني. إذن الدعاء يلها ونبي عليه الصلاة والسلام يناد الدعاء مخ العبادة، وفي رواية الدعاء هو العبادة. إلا فركستي صرفعة القيام إلى قنزل صلاة الجنازة سيفدي سوى الدوذ ولاش ديكس بلا ركوع ولا سجود فصليت الجنازة ورسعي الركوع ورسعي السجود سوى الدوذ وينو الزميرالة هذه الزال سيغيمي هذه قيم في كرسي هذه الزال صلاة الجنازة. هذا القيام وقي ذا الركن ويس أربعة ويس خمسة السلام يعني تسليمة واحدة ماشي السلام عليكم السلام عليكم لا. الإمام مقفوك أربعة تكبيرات أديني السلام عليكم الجثي فوست نكوني كل أدنيني السلام عليكم يوثن تسليمة فقط من السؤال المسبوق المسبوق فرمي الذي ظلت نسن يوندي في الشيخ الزول مثلا تظلت العيش أربع ركعات ميلا الحقد سناث خصنت السناث ميكسلم الشيخ نسى ذكر هذه ركعة ظلت يعني يقضي الركعتين. إذا صلاة الجنازة
كيف تقضى التكبيرات، أربعة تكبيرات. بعض الناس مديو فال صلاة الجنازة دير تذيك شبلا وكبر، خاطئ. مش تظلي تظلي شما الفرائض شما دات الغيظ فاقي ميثي وضضر جو حتى يكبر، لا تكبر حتى يكبر، خطر ميث كبر الشيني ركع ركع، خطر التكبيرة في حكم الركعة فاتتك لا تقضى الفوائد إلا بعدا بعديا ماشي قبل، خاطي فاتيك فاتيك تلحق ضد الشيخ يخدم تكبيرتين الشيني وكتشمارة قيمت عند الصف معليش مدين الله أكبر إيد الله أكبر في ثلاثة في أربعة من ميك سلم الشيخ شو تسلي مارا الشيني أتكبرض تكبيرة وتخمض الدعاء تكبير تخمض الدعاء تسلم هذا مكان فقي مسألة دقيقة ومهمة لأنه تقريب الناس ولا شو قزران يقول كان الله أكبر في الدول خاطي. إذن أشو دين المصنف إناد وهي ليس فيها إلا الاجتهاد في الدعاء وهي جائزة في كل الأوقات، يعني صلاة الجنازة ظل في كل وقت هذا مكان، وهي جائزة في كل الأوقات ما إلا يوفى بندمي مانيس على بساط راحة هذه التخريح المواطن مثلا عند اصفرار الشمس اصفرارا بينا عند طلوع الشمس لحظات لحظات تمشطح ذينا ما إلا ومش ونطلرا ونزلرا صلاة الجنازة ذي الوقت الني أما ذبك وإلا الأصل 24 على 24 ليس فيها الاجتهاد إلا الاجتهاد في الدعاء وهي جائزة في كل الأوقات وبعد العصر ما لم يصفر تصفر الشمس إلى بعد إلا أن يخاف ما إلا إلى الخوف في كل مرة في قاعدة ذهبية اسمه قاعدة التيسير ورفع الحرج، قاعدة التيسير ورفع الحرج. أسألكم فكيد كان بعض الآيات تفضلوا أسلع شوية الصوت نون واحد منكم يقول أي آية التي تؤصل لهذه القاعدة. طيب عبد كان باش أسلع هذه الآية مع الأسلع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وين جاية هذه الآية؟ في القرآن في سورة البقرة الآية 185 كمل وما جعل عليكم في الدين من حرج. سورة في القرآن سورة الحج الآية 78 زيدوا برك يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء الآية سنقص فيها الآية 28 من سورة النساء. الأحاديث يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. رواية من يظن يهضر السين الصحابة يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن وجد تيسير في غدينير ثلال قاعدة
ولكن مثل الضرورة يرفع الحرج عملا بمبدأ التيسير ورفع الحرج. بعد شو ديننا؟ ولا تترك الصلاة على مسلم. هذا نفكير دو النظام شيني الفلاني ويتزلر وتزلر فلس نتسامور الزلر اسمي يموت اتزلر فلس الجنازة. ثل الفتاوى غدي الشمن ارثمور ثنغ ضر انتاغ مليح السيسنت ثاقي أخيني وينون تزلر مري مث وتزلر فلاس. لا يجوز الصلاة صلاة الجنازة على ميت لا يصلي. الجواب هذا الكلام غير صحيح، أخطر اعتبره كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكوراجيا أمشي رقزي قار لا إله إلا الله محمد رسول الله أم بعد ديسيون أسيني ونتظلر في الناس يجاوبت القاضي عبد الوهاب ولا تترك الصلاة على مسلم. يا أخي ذي نسلم أنظر في الناس إتسالى ساغ ذ لحقيس دينيمي تبعا لهذه الفتوى لن أجد قارن ميميون ما يبدأ تظلي في 60 سنة وريغر مرة في ظلان يعدان أي غر خطر حسب أنت ذي الكافر فهمت المسألة كيف يقار ما يبلوش تقي اسمسا أتغر من التظلي. إيه الميذا تعتبر كافر اي ما الا بعضا فري ذاكي باللي ذا الكافر وراك رايح عندك الحوض المعنى صافي تطلق منه زوجاته لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يرث وراك رايح شو ذي العجباقي والله يثمثن يقوعر وهدو سيس من الدين يوعر العبد ما يتهدو هذي خدم الفتنة يريم ذانا سيس من الدين. ولا تترك الصلاة على مسلمين ولكن من يصلي عليه ورزن في الناس. الأولى بالصلاة عليه وصيه يعني الذي أوصى ميون يموت يجد الوصية يند الفلاني أريزن في اللي أسنغول الوصي قبل العصبة. الصلاة على الجنازة يقدم شخص أوصى به الميت قبل وفاته ميون وصى وكذلك كان الصحابة يفعلون لأن الصحابة يوصان ويسيني الظرف لأبو هريرة ويسيني الظرف لأبو بكر الصديق سين من تيك زوارن كي قارن من تيك زوارن خاطر يونو يزرى من المريمث الموت تقربك سين ذانا الوص اللي وصى وكذا مزوارو هكا من بعد فرا ما يلا ولاش الامام هذا الظل العصبين خاصة ما يلا ذي الجامع ثلاث مسألة مهمة إلى قدر أذيلي
ماشي الإمام يلا يأمون في الصلوات مديوض الوقت نظالي في كل داس نوياض هذه قدم من اسم مباشرة خاطي ميلا قد يقدم لأسباب لظروف ويستأذن من الإمام أيغر إلا قد يقدر مثلا يوصى تهضر الشيخ قبل سنة الشيخ سمحي الفلاني يوصى الظل في الناس والإمام ذي شرع يوجب ذي سكيني الظل في الناس يوصى موري وصارا إلاق فنادم ذي السن الحقيس وذي قدر الظرف الظرفي وحذيق وإلا قرأ الإمام مديوس الجنازة تسنوية الظل في الناس خاطف حالات استثنائية معينة في كذا قلنا عند فيه بزاف أحكام متعلقة بهذه المسائل نتاع الجنائز إن شاء الله سيأتي بيانها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر دور الشوطر دفير في المحتضر طبعا الذي محتضر اسم مفعول يعني يندب توجيهه إلى القبلة من باب الندب ولكني قرب ذي مث يندب باش أثن وجهه القبلة ما يفرض الروح يسكن غيموث أثيغ الحال يروح الوجهة الشريفة اللي هي الكعبة المشرفة تظل ثقل غنظل إلى القبلة ويلقن الشهادة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله بمعنى لعبد ذي الوقتني وعرا إلها يذكر بالشهادة زرد شو المعنى يستنى أستخذ مضى استفكض فوذ استفكض الجهد القوة أثيد السمكثايض باللي أقلك سمصد ذين سلم لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وثقست في كفوذ ما يزمرد ينطق إذ غاد ينطق خطر ما قوة في السكرات الموت والزمرارة أد ينطق مقارة ذي حلفو ذي قوليس باللي أذي تشيهي ذي قوليس وذي مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله آخر نقطة نغد تفاصيل تنجيوة سنظن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ناد يبعث كل عبد على ما مات عليه سجد النهاية يوم البعث والنشور كل يبعث على ما مات عليه يموت في الطاعة يبعث على الطاعة إذا مات ملبيا لما قلت متثن ذي الحجنة ذي العمرة لبيك اللهم لبيك لأنه قد يمدس سكرات الموت وهم يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يبعث يوم القيامة ملبيا بلا من يغد الطرف النظم إن شاء الله نسأل الله حسن الخاتمة مازال بعض الأحكام متعلقة بالجنائز سيأتي بيانها في مجلس لاحق إن شاء الله وقدر جاون ثلويث أرثم لليث سلام ربي فلهم.